هي دورة استثنائية كان من وراءها استخلاف العضو المستخلف السيد وشيش اللي ترقى في انتخابات مجلس الأمة إلى منصب عضو في مجلس الأمة اللي نتمنى له التوفيق إن شاء الله في المهام الجديدة تاعو. وفي نفس الوقت كان فيه انتخاب رئيس مجلس الشعب الولائي الجديد. والله أنا بكل صدق وبكل أمانة شيء نقولوا أولا نهنوا السيد رئيس مجلس الشعب الولائي الجديد الممثل في شخص السيد كاليش محمد. في تصوري وفي قناعتي كذلك أن العمل التنموي ما يقدرش يكون يوصل النتائج المرجوة لو كان ما يكونش فيها الازدواجية في الأداء، هذا التلاحم ما بين الوالي بمصالحه وكذلك رئيس المجلس الشعبي الولائي بمنتخبيه وبالهياكل مجلس الشعبي الولائي. قناعتي تروح لهدف واحد، الهدف هو خدمة هذه الولاية وتحديد برنامج وتصور اللي راح يتداركوا به التأخر المسجل. ولايتنا بحاجة إلى نفس جديد، ولايتنا بحاجة إلى هدوء، ولايتنا بحاجة إلى تدارك النقائص. المواطن ينتظر منا الكثير ونظن إن شاء الله نكونوا عند حسن ظن المواطن، اللي أولا لكل مواطني هذه الولاية الطيبة باحتضانها لي كوالي على مستواها وكذلك بثقتها من خلال منتخبها لشخص سيد رئيس المجلس الشعبي الولائي اللي هو معروف بالخبرة تاعو، معروف كذلك بحسن الأداء. راح نكونوا له سند قوي، ويكون إن شاء الله سند قوي بهدف واحد ألا وهو تنمية الولاية لا غير. ولايتنا بحاجة إلى 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 انطلاقة قوية جدا لتدارك النقص هذا اللي تسجل، النقص اللي عرفته الولاية للأسف الشديد من خلال هذه الجائحة اللي كان لها الأثر الكبير عليها. ومن خلالكم جد ترحمنا على كل ضحايا الكوفيد هذه، مواطنين وأسلاك طبية وغيرهم. في نفس الوقت ولايتنا كذلك ما كانش في مأمن من كارثة اللي عرفتها الصائفة الفارقة، وكذلك نعاودوا إن شاء الله نترحموا على كل شهدائنا مدنيين وعسكريين اللي راحوا ضحية هذه الكارثة هذه. عمل اللي راح نقوموا به قلنا عمل مشترك بهدف واحد هو تيزي وزو ترجع لمقامها اللي هو الأصل تاعها، أصلها أنها تكون في مقدمة، أصلها تكون بعمل جاد بعمل مستمر. إن شاء الله ربي يوفقنا في الأداء تاعنا، ونتمنى للمجموعة ككل رئيس المجلس الشعبي الولائي ومنتخبيه لنأكد مرة أخرى استعدادي ومن خلال تواجدي على مستوى هذه الولاية استعدادي للعمل بالتشاور بحضور دائم ومستمر. بارك الله فيك. شكرا.